الآل من أهل العلم من يقول هم أهل بيته. نعم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. ويفسر هذا الإجمال في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بما في رواية أبي حميد في الصحيح أنه قال اللهم صل على محمد وأزواجه. نعم. وذريته. وهذا فيه تخصيص, لطائفة من الآل وهم الأزواج والذرية. ومن العلماء من يقول الآل هم كل من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ومنهم من يقول الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أوسع. ومنهم من يقول الآل هم المتقون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم معنى صار عندنا الحين؟ تقريبا أربعة. أربعة معاني. المعنى الأول أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. نعم. من آل البيت. البيت وهم بنو المطلب وبنو هاشم. نعم. وقيل أنهم أزواجه وذريته. هذا أخص أضيق. نعم. من الأول. وقيل هم أتباعه. نعم. هذا أوسع لأنه يشمل آل البيت الذين. نعم. هم أهل بيته نسبا وأزواجه صهرا. نعم. ويشمل أيضا ذريته ويشمل أيضا بقية المؤمنين. نعم. وأما قول من قال بأن آل البيت هم المتقون فهذا تخصيص أيضا نوع من التخصيص وهو أيضا يشمل كل هؤلاء لكنه. نعم. بوصف التقوى لا بوصف النسبة أو. نعم. مجرد الاتباع. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب